السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم ضمن سلسلة أو البلاي ليست الخاص بالسوات كاب، اللي هي How to prepare flood أو field measurement of discharge sediment anything. أنت اللي أنت حتسوي له، يعني الريزلت اللي أنت تسوي لها، يعني سوات كاب calibration validation uncertainty، وتحلل حساسية البارامترات الخاصة بها. فلازم حتى نتأكد احنا من كل هاي الأمور، لازم عندنا بيانات فعلية أو بيانات حقلية، سواء كانت شهرية أو يومية أو سنوية، لكن هو الأفضل تكون البيانات الشهرية نستخدمها. فشون أحضرها أني باستخدام الأكسل وهيئها حتى استدعيها البرنامج السوات كاب؟ بس أحد يقول لي وين أحتاجها بالسوات كاب؟ هنا بدنا نكمل كل الخطوات حتى بعدين نسوي للبرنامج نطيران، حتى يبلش انه يسوي لنا ران. نحتاج احد الامور اللي يحتاجها، يحتاج الاوبزرفيشن داتا. فمجرد ما تضغط انت هنا او هناية على الاوبزرفيشن داتا، هنا لاحظ هذا الريتش ده يعطيك هذا. هاي بالمناسبه هاي تظهر للكل، هاي الاوبزرفيشن داتا تظهر للكل. انت شنو تسوي؟ تروح تاخذها تسلكها كلها تمسحها وتخلي البيانات الخاصه بك. هاي البيانات منين نجيبها؟ شلون نسويها؟ شلون نحضرها بالاكسل؟ يعني فقط بيانات الاوبزرفيشن داتا نحصلها من نحضرها من الاكسل، لكن البيانات السيميليشن تلقائيا هو من ربطنا احنا هذا البرنامج مع الاوتبوت اللي خرجناها من بعد ما سوينا ران للسوات كاب، العفو ران للارك سوات، راح هو تلقائيا يستدعيها من ذاك البرنامج او يعني من الريزلت الخاصه بالبرنامج الاصلي. نجي النمبر اوف اوبزرفيت فاريبل، انت شت كم متغير عندك تريد تسوي؟ الان عندي فقط الدسشارج، فهنا تغيره، هو ينطيك 4 3، فاذا منطيك هذا الرقم تغير هذا تسوي 1. نجي الاوت فلو، الرقم هنا اللي يضيف لك اياه مال يا سب بيزن، انت عندك منطقه الدراسه يقسم لك اياها لمجموعه من السب بيزن. انت شنو المتوفر عندك البيانات الحقليه مال يا سب بيزن تسوي له؟ مثلا انت متوفر عندك السب بيزن 16 او عندك السب بيزن الثاني او كذا، فانت تسوي الكالبريشن والفاليديشن حسب البيانات المتوفره عندك للسب بيزن. هسه انا منطقه دراستي مقسمه الى 29 سب بيزن، اكثر سب بيزن عندي ببيانات هو سب بيزن رقم 29، فشنو اسوي؟ اروح اغير الرقم كان 4 اخليه 29. نجي شنو يقصد بال 141؟ ال 141 عدد البوينتات، شلونها هياته؟ خلينا نجي هاي عدد كم رقم اوت فلو عندك. انا بلشت يعني كالبريشن بلشت من هنا من 2000 الى حتى 2015، فتقريبا صارت عد الارقام من 2000 الى 2015 يعني بعد ما حضرناها 192. هسه اجي انا بالبدايه افتهم شلون احضر البيانات الخاصه بالفولد ميجرمنت. اول شيء شنو تجي تسوي هنا؟ طبعا بالمناسبه اكو طريقه موجوده على اليوتيوب لأحد يعني الباحثين الهنديين، لكن طريقة كلش صعبة ومعقدة جدا. أول شيء شو تسوي أنت؟ على جهة تكتب flow كله capital letter FLOW underscore، عندك تكتب out OUT، بعدين under، بعدين مثلا 1 يقصد به الشهر، بعدين under، بعدين السنة اللي أنا أبلش فيها 2000 وهكذا. وتكمل شو تسوي بعد ما كملت وحدة؟ تأخذها كوبي أو هناية، هذا سلاحظ هاي الطريقة اللي راح أعلمكم إياها أسهل بهواي من الطريقة اللي لقيتها باليوتيوب بالنسبة للباحث الهندي. هسه راح أكررها على 12 خلية حتى تصير على 12 شهر. أجيش أسوي هنا؟ أغير بس هذا الرقم، هذا الواحد اوكي. اجي على الثاني اغير 2، اكتب 2 عفو، هذا غير 2. اجي على اللي بعده اغير 3 واغير 4 واغير 5. هسه شو نسوي؟ نسوي خليه واحده اسوي لها دراج، راح يتكرر نفسه ونفس السنه، فقط اغير الاشهر الى ان اسويهن من شهر 1 الى شهر 12. فهسه هنا هذا يصير 3، وكذلك اللي بعده 4 الى ان اكمل 12 شهر 4 5،
ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12. هسه كملت عندي اول سنه من شهر الواحد الى شهر ال 12. هسه شو نسوي؟ ناخذ هذه يعني السنه الكامله نسلكها كوبي الدور، بعدين نسوي لها دراج على 12 خليه جديده، 12 خليه جديده. لاحظ ايش غير لي؟ غير لي فقط السنه وبقت هذه الارقام كما هي. اجي اخذ هاي السنه اللي هي 2001 اقولها كوبي، انزل ايضا اسوي لها دراج على هذه السنوات. كوبي اسوي لها دراج على هذه السنوات. لاحظ غير فقط السنة 2002 وبقت الأشهر 12 شهر. إلى أن نكمل حد يا سنة أنا متوفر البيانات اللي عندي الفعلية أو الأوبزرفيد فولد ميجرمنت أكملهن. لاحظ هسان هنا كملت الأوت فلو من 2000 إلى 2015 البيانات المتوفرة عندي، تمام، اللي أنا جبتها أصلا من يعني مركز الأرصاد الجوية الخاص ب يعني منطقة دراستك، تقدر انت تحصلها على حسب البيانات الفعليه اللي انت تحتاجها وتكون بالمتر تكعيب على السكند. بالنسبه للديسشارج اذا انت عندك غير بيانات، لان الفاريبل متعدده اللي نستخرجها عن طريق السوات، السيدمنت يولد اني ثينج، يعني اي باراميتر ثاني او اي فاريبل ثاني انت تريد تحققه عن طريق البرنامج. هسه شو نسوي؟ نفتح شيت ثاني. هذا الشيت الثاني نسوي بيه بوينت. شلون نسوي هذا البوينت ونسوي الادراج مثل ما تعلمنا؟ ايضا هسه لاحظ هنا واحد اثنين ننطي ثلاثة. هسه ناخذ ذني الثلاثة اللي سلكناهم، عفوا خيار واحد، نقولهم كوبي، ندرجهم ايش قد ما نريدهم احنا. شوف لاحظ دا ينطيك الخيار هالشكل. هاي طريقة اول واحد اللي سويناه اللي هي البوينت، تمام. هاي اللي هنا حبيت انه تعرفونها. نجي هذا الاوت فلو تكون مثل ما تعلمناه مسبقا بذاك الشيت، الاو الفلو اندر سكول اوت اندر 1 2000، قلنا شلون نكرر على السنوات اللي سويناه بهاي الخطه هنايا. نجي ناخذه كله كوبي ونخليه هنا. فلازم عندي البوينت وعندي الاوت فلو للسنوات من كذا الى السنه اللي انت متوفر عندك، زائد البيانات الفعليه يسموها الابزرفيد ميجرمنت ديتا. هاي ضروري تكون متوفرة عندك. هساني هنا حتى اترك سبيس. هاي البيانات المتوفرة عندي. هاي نجي على البرنامج، وين حنستفاد من عدها؟ من افتح السوات كاب واروح على الاوبزرفيد، هاي المفروض كلها احذفها. هاي لاحظ هنا هاي كلها احذفها، هاي البيانات، هاي البيانات كلها تنحذف. من احذفها اسوي اروح لهاي البيانات اقولها كوبي واستدعيها مكانها وانقلها للرقم، يعني كاتها هسان هنا قطعتها انقلها هنايا مثلا، عفوا بيست نقلتها هنا. هسه اقدر نفسهن ذني اسوي لهن كات، ابلش من هنا اريد اني. لاحظ هسه هنا حتى انطي هنا بعض القيم، هسه هاي البيانات هي اللي راح اني استنسخها مثل ما نقول تلقائيا انسخها، اقولها كوبي. هاي البيانات الفعلية او الواقعية او الحقلية كوبي، واروح للسوات كاب الصقها، احذف هذه البيانات كلها. نجي ننتبه على رقم هنا، منطيك رقم لاحظ وانا مثبته الستاندرد 141، هذا يقصد بين نمبر اوف داتا بوينت. انت شلون مو ثابت هذا؟ اتجي هنا
احنا ليش قلنا نثبت هاي الارقام بالبدايه؟ لاحظ هسه هذا 1 2 3 4 لحد من ينتهي؟ ينتهي هنا الى حد الرقم 192. فاذا نتغير هذا الرقم ما يصير تبقيه هنا، فنغير هنا بالسوات كاب نسميه 192، يسمونه النمبر اوف داتا بوينت. نجي الاوت فلو هذا مال يا ديسشارج، مال يا سبايزن، الرقم هنا اللي يعطيك اياه خاص بالسبايزن. انا عندي هذا بالنسبه لي للسبايزن 9. انت قلت لك حسب البيانات المتوفره الخاصه بمنطقه دراستك اللي هي للديسشارج او اي فاريبل ثاني تحدده. نجي كم فاريبل انت لما تريد النمبر اوف اوبزرفيت فاريبل ايش عندك انت هنا؟ انا عندي المحدده فقط ديسشارج، فقط اوت فلو، ما عندي بعد متغيرات ثانيه كان تكون مثلا سيدمنت، كان تكون مثلا سلوب، جراوند ووتر، اني ثينك، هواي متغيرات. انا اللي عندي حاليا فقط اوت فلو، فاقول له هنا اتحدد بالنمبر اوف، هو يعطيك 4، فانت شو تسوي الستاندرد؟ تغيرها، تكتب له النمبر اوف فاريبل، ولازم هنا المتغيرات تدخلها كذلك. سان 1 لازم ادخل له فقط هنا 1، ولازم الموجود بالاوتبوت اللي طالع من الارك سوات من البرنامج بعد الرن ايضا 1. فتحذف ذولي كلهم وتثبتهم. فان شاء الله تكون محاضرتنا لهذا اليوم واضحه، اللي هي كيفيه تحضير البيانات الحقليه او البيانات الفعليه او الميجرمنت فول داتا فور سوات كاب عن باستخدام برنامج الاكسل، لان هاي البيانات الفعليه لازم تحضرها بالاكسل وتستدعيها الى برنامج السوات كاب. هاي الطريقه اسهل بهواي من الطريقه المتوفره على الانترنت على اليوتيوب، اغلب الباحثين الهنديين يستخدموها، واسهل وتاخذ وقت اقل وما تخطئ. وهذا بيش راح نستفاد من عتها؟ قلت لكم احنا نستفاد من عتها بالكالبريشن والفاليديشن. الكالبريشن بعدين نجي على موضوع الفاليديشن. فهاي البيانات انا من 2000 الى 2015 راح استخدمها ككالبريشن، والفاليديشن من 2016 الى 2020 استخدمها كفاليديشن. كل بالمناسبة كل ما زادت عدد السنوات اللي انت مستخدمها راح تزيد دقة الكالبريشن وتحليل الحساسية للبرامترات. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت، الخاصة بتحضير البيانات الفعلية. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار خاص بهذه المحاضرة قدروا تراسلوني على القناة ضمن الكومنت. لا تنسون الاشتراك، تدعون زملائكم الباحثين. نلتقيكم إن شاء الله بفيديوهات أخرى. دمتم بأمان الله وحفظه.